شنو السبب الغلاء عندكم هنا؟ الغلاء السواني معروفة في طنجه اللي كتجيب مليح. السبب هادشي هذا في مارشي كاينه مرضي اخر. في مارشي كتعاود ولد السواني كيبيع لك بحاجة غالية، كيجي واحد اخر من السوق اخر كيرخص له. ونفس السلع. شنو الحاجات اللي تزادوا؟ شنو الحاجات اللي طاحوا اليوم؟ ما طاح حتى حاجة. كلشي باقي غالي. شحال هادي كنت كتجيب قفة 200 درهم كتدخل قفة تبارك الله عامرة بلان. دابا يا ربي تجيب شتيتو من الحاجة والسهلة. شنو السهل؟ ما تقدرش تعرف هما اللي كيطلعوا السوق. يعني السلعة غالية غالية بموطع ديالو الخير موجود. شني السلعة غالية دابا شطون اليوم 35 درهم 40 درهم. الناس مسانسة كدي 20 درهم 25 درهم شطون ب 40 درهم. اللي كان يدي 5 كيلو كيديها كيلو، اللي كان يدي 4 كيلو كيديها نص كيلو. واش ماشي يعمل يلا. متابعي موقع طنجة والأوفياء أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامج أخبار السوق. والسوق اللي غنزوروه اليوم هو السويق تسوان. واول حاجه غنبداو بها الحلقه ديالنا ديال اليوم هي نعرفوا الاثمنه ديال الخضره وفروطه في السوق التسواني شحال عامل. خليكم معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. خويا ديالي واش مبروك؟ لينا عليك رمضان مبارك. لينا عليك يرحم والديك. واش عرفتي علاش جيت للسوق التسواني اليوم ولا لا؟ باقي ما عرفتش. الناس قالوا لي خصك تمشي للسوق التسواني حيت فيه الغلا بزاف. الغلا السواني معروفه في طنجه اللي كتجيب مليح كاليتي. كاليتي كتساوي المارشي بكري. انت تعاود مرايا تجيبها ب 7 درهم انا نجيبها قبل منك ب 10 درهم واخا نفس السلعه. يعني واش هاد السلعه هادي يعني الغلاء يعني غير في السواني ولا في الاسواق كامله اولا حتى هما كتجيبوا كاليتي؟ السواني كاليتي والغلاء كاين في السواني. اذا الناس عندهم الحق. عندهم الحق. شنو الراي ديالك؟ شنو هو السبب ديال هاد الزياده؟ السبب هادشي هذا في مارشي كاينه مرضي اخر. في مارشي كتعاود ولد السواني كيبيع لك بحاجه غاليه كيجي واحد اخر من السوق اخر كيرخص له ونفس السلعه. علاش زعماك ولد السواني؟ ايوا هادشي قديم وماش جايده. الناس السواني مدبرين زعما؟ ماشي لا مدبرين ما فيهاش مدبرين هذيك الصباح بكري والسالم. يعني الناس السواني معروفين كيمشيو للسوق بكري وكيجيبوا السلعه مزيان. كنت تما خمسه قبيله في جير مرو في جير جبرو دائما تما. بالنسبه للناس اللي كيجيو هنا المواطنين اللي كيجيو شنو كيفاش كتجيهم الاثمنه؟ كتجيهم زايده هاد الايام كتجيهم زايده ضروري. وهادشي هذا كامل ما يجي من مارشي فهمتي ماشي من عند الفلاح ولا المازوط غلا ولا المارشي هو اللي عامل هادشي هذا. السمسير بلعد الصحراميات والفعايل هادشي اللي عطانا. جبنا القراب 11 دراهم ديال البارح اليوم تباعت 6 دراهم. مطيشه جبناها ب 11 دراهم ديال البارح اليوم تباعت 100 دراهم. نفس الماركه. مطيشه نفس الماركه. صافي تسمصير وبيع 10 كيلو. باش ما بغاو يطلعوا كيطلعوا. صافي كيعملوا اللي بغاو مراقبه ما كايناش. فروطه شنو نقول لك كاين كيوي هذا كيعمل 35 درهم. دوريجين. كاين كيوي ستيتو القواق كيعمل لك 15 درهم 18 على حسب كاليتي. لينكاس عاود كاين 20 درهم كاين 15 درهم ديك ستيتو. يعني السلعه فيها وفيها فهمتي لابوكا عامله ابوكا عامله ب 25 درهم بانان بان المغرب 10 درهم اسبانيا عامل 1700 وديك التفاح راه هو التفاح هذيك الريجيم كامل 20 درهم والسويله السويله عامله 12 درهم 1200 واش نقول السوق مره طالع مره هوت البارح مطيشه خلصناها ب 32 فرنس صندوق 31 اليوم الصبح حسب 21 22 يعني شحال كان كيلو البارح البارح كانت عامله 10 درهم و50 في مارشي 10 درهم و50 واليوم طاحت بشي 8 درهم و7 درهم يعني دابا مطيشه اليوم وصلت 8 7 درهم اه ومراقبه ما كايناش هي السلعه هي نيت دابا البارح الاربع كيتاخروا واليوم ما كاينش السلعه ما كيدخلوهاش يعني البارح هذيك الحاجه اللي غاليه هي دابا فلفله خضراء فلفله حمراء وصفراء الحاجه اللي درا ما كتخرج بصله هي طلعت دابا بصله عامله في مارشي اللي بصله اللي مزيونه كنتخلصوها ب 7 درهم 6 ونص انا قلت لكم مطيشه هادشي اللي غالي ولابوكا داكشي الشيء شحال وصل العصير قال لك غالي لا ليتشي بالعكس ليتشي دابا ساعته موجود ليتشي دابا كنبيعو ب 3 ونص المشكله انا قلت لك خصها شويه المراقبه ضروري المراقبه راه ما كايناش انا قلت لك راه البارح باعوا مطيشه يعني الاربع البارح تسوقوا كلشي تسوق مطيشه حسوانا 32 يوم 27 فرن كيفاش عملوا لا الله اعلم الله اعلم علاش هي السلعه البارح باعوها اليوم نيت قرا خضراء 1100 في مارشي باعوها قرا خضراء 11 درهم هادشي اليوم اصبحت عاود 7 درهم و6 درهم انا قلت لك ما راه كيعملوا داكشي اللي بغاو هما ما راه طالعين ما راه هو كي بحال نقول لك هي هذوك فرصه كيخسروا فرصه بيع وشراء الساعه اللي كيكون فيها السوق كيطلعوا وكتجيبها في الصباح بكري حنا كنهاودوا كنجيبوا السلعه بالثمن واذا وصلت ل 10 ل 11 كيعملوا كينقصوا لها الثمن مره دابا جبنا الحاجه التفاح نفرضوا جبنا ب 10 في الصباح ب 12 درهم جا الصباح ب 10 هذا كيردوا 6 7 درهم شنو الحاجات اللي تزادوا شنو الحاجات اللي طاحوا اليوم؟ ما طاح حتى حاجه كلشي باقي غالي مطيشة شحال واصلة قلتي؟ 25 26 كيلو شحال؟ كطيح 9 درهم في المارشي حتى 10 درهم البارح ولي البارح 30 الف فرق نص صندوق كطيح ب 10 درهم الكيلو فهمتي؟ والخوا ديالي راه هادشي راه من المازوط عاوتاني الله يحسن العون فهمتي؟
كل شيء غالي دابا، حتى حاجه ما رخيصه. بالنسبه للناس كيجيو التاخر كتقول له مثلا مطيشه 10 دراهم ولا 11 دراهم. عارف انها غاليه. مسكين كيدي كيلو، لكن يدي 5 كيلو كيديها كيلو، لكن يدي 4 كيلو كيديها نص كيلو. واش ماشي يعمل يلا؟ ما عنده ما يعمل. شنو يمشي يضرب بلاص اخرى؟ ما يمكنش. واخا لكن يدي مثلا 30000 كيقسمها يدي النص. ومسكين هو ماشي كي. الله يحسن العون الجميع الخو. ودابا غنشوفوا الاثمنه ديال السمك شحال واصله، خليكم معنا. السلام عليكم. السلام عليكم خي حسين. عليكم السلام. واش مبروك؟ الله يبارك فيك. عسقتك الاثمنه ديال الحوت هاد النهار. اليوم الاثمنه ديال الحوت ماشي نقول لك، اليوم الاثمنه طالعه شويه، شاده 3 ايام دابا. الشطون 35 درهم، 40 درهم، سبادا 140 درهم، الشلال 20 درهم، السردين 14 درهم، فهمتيني؟ مشكلية 60 درهم دابا وصلت، كانت 50 درهم قبل رمضان، دابا 60 درهم، بحوس كامل زعما. علاش دابا طلع في رمضان؟ واش ماشي نقول لك، ماشي زعما العواشر ولا كذا، يعني فهمت نقول لك جاز طلع كل شيء مع بعضيته، ماشي زعما. الحوت موجودة في البحر ولا؟ موجود شوية بركة، بحال دائما كاين، شنو هي مع العواشر بنادم كامل تاكل، يعني الكامبا وهادي، هذا الكامبا وصلت 100 درهم، يعني مثلا سي كامبي واخا 50 60 كذا دابا 100 درهم، فهمت؟ 100 درهم موصله، فهمتي؟ كاين الاقبال عليها، واخا 100 درهم كاين هو كاين الاقبال عليها، الناس مساكن الشهاوي، واخا يخرج دي 20 درهم، فهمتي؟ ما 20 درهم 30 درهم. انواع ديال الحوت اللي عليها الاقبال بزاف راه مات. اش باش نقول لك، حوت الهبره يعني مراخو، سبادا، كامبا، بشكاديه، هذا الاقبال الحوت كامل تبارك الله، فهمت؟ جنات الله الطاجين. الله يرحمها الشرق، وحوت الطاجين، حوت الهبره، ريكامونتي، كل واحد شنو كي كيمشي قد جود الجيم ديالو، فهمتي؟ يعني واخا الثمن طلع شويه، بنادم كيمشي على قد جود وكاين اقبال ديالو. حنا كنعملوا عاوك صام الجود ديالنا، فهمتي؟ الانسان كتسلك معاه، فهمتيني؟ يعني اذا كتقول طحان يزيد وكل، والله الا ما زعما المتعة ديالها الحوت بحال باش كنا كنبيعوا حنا هنا، رجعنا به كنشريو الحوت حنا. الثمن اللي كنتو كتبيعوا به رجعتوا كتشريوه. رجعنا كنشريو به دابا هذاك، فهمت؟ يعني السلعه غاليه، غاليه المتعة ديالها، وخير موجود. شنو السلعه غاليه؟ دابا الشطون اليوم 35 درهم 40 درهم. الناس مثلا كدير 20 درهم 25 درهم، الشطون ب 40 درهم. شحال دابا باش تزاد؟ تزاد دابا 3 ايام د رمضان. النهار الاولاني خدمناه مزيان. رمضان شحال كان؟ 20 درهم 25 درهم. دابا 35 درهم. دابا 35 درهم، البارح 40 درهم. فهمتني؟ الله يكون في العون. المشكل ماشي في الاقبال ولا؟ لا المشكل ماشي في الاقبال، المشكل في السوق اخي، في السوق ما عرفتش شنو واقع فيه، يعني السوق كامل السلعه فيه غالي. اللي كتبغي تسمي يدك يقول لك حقا الترونسبور، حقا ما عرف مين ما جا، حنا بيدنا كنشريو الغلا. والله يعني الحوت كيجي من بوجدور، طنطان، الشمال، بحال دابا نقول لك طنجة، العرايش. مواصلات كيغلي. الله يرحم المواصلات، وعاد بحال نقول لك بحال بنادم كيجبها فرصة، كاين اللي كيجبها فرصة، كاين اللي كيجبها كل واحد كيستغل. الله يرحم يمك. ودابا غنشوفوا الأثمنة ديال الدجاج في السوق ديال السوان، خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام مرضي اخي. واش مبروكه ورمضان مبارك سعيد. لينا وليك مرضي اخي. عسقتك شحال الاثمنه ديال الجداد واصله اليوم؟ اليوم 21. 21 درهم. طاح الثمن؟ طلع. شحال كان قبل؟ 19 درهم. شحال دابا باش كان 19 درهم؟ دابا 3 ايام. 3 ايام كان 19. 19 درهم. دابا تزاد 3 درهم. تزاد 3 درهم. علاش شنو هو السبب؟ ما تقدرش تعرف، هما اللي كيطلعوا السوق. يعني كيجي كيقول لك جداد عامل قد وقد خصك تشري. خصك تشري بزز منك، كتبرو سنين بديك التماع وكتربح فيه 3 درهم في كيلو. 3 درهم. ملي كيجي كليان كتقول له مثلا تزاد 3 درهم. وراه حتى واحد تجي قاصح الكليان. طبيعة الحال راه كاين اللي كيتقبلها، كاين اللي ما كيقدرش عليها كيمشي بحال. خاودي لي عن سقسك، جيتي تسخر. جينا نتسخر. كيفاش جاك السوق؟ واش نقول لك، الخير موجود، ولكن اش نقول لك، الغلا شويش. شحال هادي كنت كتجيب قفه 200 درهم، كتدخل قفه تبارك الله عامره بلان. دابا يا ربي تجيب شتيتو من الحاجه والسهله. شنو اللي كتسخر دابا كدي في رمضان بزاف؟ واش نقول لك، دابا انا خدام واحد الخدمه ليفرور، النادم كيعيط لي كيقول لي مشي لي جيب لي. اغلبيه كاين اللي كيطلب لك فروطه، كاين اللي كيطلب لك خضره، كاين اللي كيطلب لك على حسب. ولكن مثلا ليفلور مثلا مطيشه ب 10 دراهم، زائد شحال غيخلصك؟ واش ما عندنا ما نعملو، كنقولها له، كنسقسيه، كنقول له مطيشه ساويه 10 دراهم قبل ما شريها. كيقول لي اوكي شريها. الغالب والله يخلي ولادو بالجوع والاسره ديالو بالجوع، بزز منو يشريها. ولكن صراحه كنتمناو من هاد الحكومه تشوف من حال الدراويش. كاين مساكن اللي عندهم واحد الخلصه اللي ما هيقدش على مطيشه ب 10 دراهم، كيتقاتل باش يحاول يودي. وعاد حنايا في شهر رمضان، نادم كيقيل صايم، وهادي خصو ضروري ما يوكل ولادو هادي باش
والله يعدل عند الله يسهل ما صعب. واش مبروكه وشكرا علينا وعليك وعلى طنجه كامله. شكرا اخي. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه الاثمنه ديال السوق ديال السواني. نتلاقاو في سوق جديد ان شاء الله. كان معكم ايوب جباري. سلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.